المنتخب المغربي كيتوفر على تركيبه بشريه جد رائعه، لاعبين من الطراز الرفيع كيلعبوا في دوريات كبرى، وكنظن الا كان شويه التركيز من اللعابه وطبقوا التعليمات ديال المدرب راه ان شاء الله غيفوزوا على المنتخب الكرواتي بنتيجه 2 مقابل هدفان مقابل لا شيء، ونتمنوا التوفيق لجميع المنتخبات العربيه. المنتخب المغربي راه منتخب متمرس في المباريات الكبيره، وعندنا واحد التيسيره مهمه ديال اللاعبين اللي كيلعبوا في دوريات مختلفه، واخا عندنا ذاك العائق ديال انه مدرب جديد وما دوزش على تطروه، ولكن غادي يكون عارف اللعابه ودارس الخصم. واخا المنتخب الكرواتي منتخب متمرس ومنتخب اللي صعيب، ولكن حنا تيأن في المنتخب ديالنا وعارفين بلي اللعابه غادي نعطيو وكاع داكشي اللي عندهم. توقع ديالك شحال غادي يسالي الماتش النتيجه؟ انا تنتوقع ان الماتش يقدر يسالي بالتعادل، اما باش تفوز المنتخب هو ماتش صعيب، ولكن كنتمنى واحد الموفق للمنتخب المغربي وعلاش لا نشوفو في ادوار متقدمه. كنتمناو يربحوا وشوي سيغ غيربحوا، حيت عندنا دراري مزيانين ومنتخب مزيان وتا المدرب مزيان، وكنتمناو يربحوا. وشحال غادي يسالي الماتش؟ كنتمناو 2-0. كيبان لي ماتش صعيب اول حاجه، حيت منتخب كرواتيا عندهم لعابه اللي تبارك الله كيلعبوا، وتا حنا عندنا تبارك الله عندنا لعابه تيلعبوا، عندنا ديجا مولفين ديك الاكسبيريونس ديال الكاس العالم، ديجا لعبوا مع لعابه كبار تبارك الله، والماتش ديال غدا كيجيني صعيب بزاف، ما نقدرش نقول لك شو اللي يربح. حنا متفائلين بالمنتخب الوطني، حيت كيمشي هذيك مجموعه من الاسماء اللي كيلعبوا في فرق كبار في اوروبا، عندنا افكتيف زوين الصراحه، ما كنظنش واش شي مره سابقه كان عندنا شي افكتيف بحال هذا، لعب في تشيلسي وفي البايرن وفي بي اس جي الى اخره، وكنتمنى الماتشات ديال السعوديه وتونس اليوم يعطيو حافز للمنتخب الوطني غدا في السعوديه نحو الارجنتين. شفنا تونس داروا ماتش كبير ضد الدنمارك وفهمتيني، ولعبوا بالجرينطا بالروح الوطنيه، وكنتمنى هذا الشيء يدوز للعابه ديال المنتخب الوطني ديالنا. كنظن ان حمد الله شاو غادي يقدم اضافه كبيره للمنتخب المغربي، نظرا لتعلقه في الدوري السعودي وتسجيله لاكبر عدد من الاهداف، ومع وجود حكيم زياش وسفيان بيفال الى جانبه ربما سيسجل الكثير من الاهداف. حنا ما ناقصينش على كرواتيا وبلجيكا اكيد، ودابا كتبقى على حساب الركراكي، واش حساب الطاكتيك والخطه اللي غيدير وعلى حساب القرايه ديالو للماتش، ولكن كامكانيات طبعا حنا قادرين نمشيو ابعد من الدور الثاني. التوقع ديالك ديال التشكيله اللي غادي يدخل بها ولد الركراكي؟ كنظن هي نيت اللي لعبات ضد جورجيا، اذا كان شي تغيير غيكون غير بين النصيري وحمد الله. بخصوص الصداره غيكون الامر صعب شويه مع تواجد المنتخب البلجيكي الذي يتوفر على عناصر غنية عن التعريف أمثال لوكاكو وهازارد وكيفين دي بروين، ولكن نأمل بأن يصنع المنتخب المغربي المفاجأة وأن يتصدر المجموعة بالفوز على كرواتيا وكندا والتعادل مع منتخب بلجيكا.